استنفاذا في الواقع لتوجيهات المقام الكريم باستضافة عدد 1000 حاج وحاجة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لأهداف فريضة الحج لهذه السنة. تم بحمد الله وصول 500 حاج وحاجة ممن تم ترتيب حجوزاتهم وتأشيراتهم من السفارة في القاهرة، وكذلك تواجد لممثل الشؤون الإسلامية والذي كان في الواقع معهم منذ بداية مغادرتهم من غزة إلى وصولهم إلى مطار القاهرة. طبعا هذا يعكس الأمر حرص وعناية القيادة الرشيدة حفظها الله بالشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وهذا ديدن المملكة منذ تأسيسها في العناية بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. بداية، عندما تلقينا خبر استضافة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى والجرحى من أهالي فلسطين تحديدا قطاع غزة والضفة الغربية، تلقينا هذا الخبر بكل تأكيد بكل فرح وسرور لإعادة هذه المكرمة بعد انقطاعها لمدة 3 أعوام بسبب جائحة كورونا. أيضا نتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية الناقل لهذه الرحلة من خلال أراضيها إلى مطار جدة والتسهيلات التي تم تقديمها من خلال أجهزة الأمن المصرية. الحمد لله رب العالمين انه ربنا اكرمنا واختارنا واصطفانا انه احنا نكون ضمن مكرمه الحج لهذا العام، فبنتمنى انه نكون عند حسن ظن الجميع باذن الله تعالى وتتكرر مره اخرى المكرمه. كنت محكوم 25 سنه وحررت بتبادل اسرى، وما زال لي 2 من ابنائي، واحد محكوم 22 سنه وواحد محكوم 17 سنه، واحنا اليوم في ضيافه الملك سلمان، دمت عزا لنا وللمسلمين والمسلمات. كل إنسان مسلم يحلم في أن يكون من حجاج بيت الله الحرام، كيف لا وعندما نحن يعني عشنا معاناة السجن وعذابات الأسر 19 عام، يعني تأتي يعني منحة الحج، يعني بالتأكيد بنوجه كل التحية للمملكة العربية السعودية، وهي منحة يعني استقبلناها بفرح وسعادة. يعني أنا عن شخصي بصراحة ما نمت امبارح لما كنت أنا بستعد أن أطلع باتجاه منحة الحج، لأنها فرحة لا تقدر بثمن، زرعت البسمة والسعادة لذوي الشهداء وذوي الأسرى. بالتأكيد جميع أبناء شعبنا يحلمون بهذا الشعور الإنساني اللي بيكمل يعني في يعني جزء من إسلامك وهو يعني الحج العظيم. لما بخبروني بأن اسمي طلع في هذه المكرمة انبسطت كتير كتير كتير، وفرحتي ما كانتش لا توصف يعني بهذه الفرحة، وحكيت أنه ربنا الحمد لله عوضني عن سنين السجن اللي قضيتها في سجون الاحتلال، والحمد لله نشكر كل القائمين واللي ساهموا في إخراج هذه المكرمة على وجهها، ونتمنى للجميع إن شاء الله حج مبرور للجميع إن شاء الله. نشكر الشعب السعودي كله كافة على هذا العطاء. الحمد لله رب العالمين. إحنا طبعا شعور جميل جدا وشعور فرحة، كنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحج بيت الله الحرام. انبسطت الحمد لله، وأنا عمري تقريبا 70 سنة الحين، يعني إيش بدي ظل يعني باقي عمر، ويعني فرحة كبيرة طبعا لما سمعت فيها. رغم التعب وكل الصعاب ومشقة الطريق بس الحمد لله مبسوطين، وبنشكر الملك سلمان وبنشكر هيئة شؤون الأسرى المحررين وبنشكر جميع زملائنا القائمين على العمل، والحمد لله رب العالمين ان احنا نلناها. الحمد لله رب العالمين، عقبال الجميع يا رب.